السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي الحلوين، وحلقه جديده من اعرف مستواك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وان شئت ربي جعلت الحزن سهلا. ونستكمل باقي القطعه الاملائيه التي كانت تتحدث عن المروءه. المروءه دي يعني الشهامه، المجدعه، المرجله، الوقوف بجانب الحق، الوقوف بجانب الضعيف، عنده مروءه، ماشي، مساعدة المحتاج، مروءة وشجاعة، ماشي. طيب يقول لك المروءة تظهر هذه السمة عند الشدائد وعند نزول المصائب، ومن يتخلى عن أخيه عند الشدائد فبئس هذا الرجل، وعندئذ لا يكون صادق الإيمان. طبعا ما قلتش أنا عندئذ، لأن أكيد هتلاقي فيه كتير لو قلت عند إذن هيروح جاي كاتبها لي نوم. لا، هنتكلم فيها حالا دلوقتي، بس ركز معايا قبل ما نتكلم. بنقول ايه؟ في كلمات لابد من معرفتها، تحفظ كما هي. حروف الجر واسماء الاشاره والاسماء الموصوله والضمائر كلها دي تحفظ زي ما هي كده، ماشي، وحروف العطف وأدوات الاستفهام، أين ومتى وهل ولماذا وماذا، تحفظ الحاجات دي، بتقابلنا كتير جدا. قطعة زي دي هتلاقي فيها حاجات كتير جدا. شوف كم كلمة، 1 2 3 4 5 6 7، 7 كلمات في جزء من القطعة. ففي كلمات لازم تكون عارفها، ساعة ما تشوفها تقرأها على طول، ساعة ما تسمعها تكتبها كتابة صحيحة. اللي منها أسماء الإشارة. إيه أسماء الإشارة؟ أسماء الإشارة هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، أولئك، كتير بقى، حاجات كتيرة. طب ما هي هذه؟ اسم إشارة. عند، عند ظرف زمان وظرف مكان. عند، كلمة عند دي ظرف زمان وظرف مكان. بقول لك عند المغرب، سأقابل صديقي عند المغرب. عند دي ظرف زمان، ماشي، ماشي. من، من، ومن، ولمن، عن، وعنه، وعنها، كل الحاجات حبيب قلبي لازم تكون عارف. أنا هكتبها لك هنا، أنا هكتب لك كل حاجة تظهر من الحاجات دي. يعني من، 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 من دي ممكن، من، من يتخلى عن أخيه، من، أو استفهامه، من يتخلى عن أخيه عند الشباب دايت، من يتخلى في أسلوب بشرط وجواب شرط، ما يلتزمكش بالقصة دي خالص. من، من بمعنى سؤاله، من، من يتخلى، أسلوب شرطه، من يتخلى عن أخيه يحصل إيه؟ بئس هذا الرجل، فبئس هذا الرجل. ركز معايا، من ممكن أقول إيه؟ خلاها من، وخلاها منها، منه، منهم، منك، منكم، منكما، يا من، من، أيوة أيوة، كلمات أهي اكتبها بعد، اكتبها وراي. من كلمة من هاخد ايه؟ منه. دي كلمات تشوفها كده تقراها على طول، منه، منها، منهم، منهما، منهن، منك. ممكن اخلي الهاء دي كاف، اخلي الهاء دي كاف، يبقى منك. مش عارف انا جايب ايه، جايبها؟ لا مش جايبها. طيب منك، ومنكي نفس الكلام، كسرة بس،
منكم منكما منكم عند عند ممكن اخلي ايه عنده عندها عندكم عندهما كلمات كتير خالص. حاول 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 بقدر الامكان ارجوك هجيبها لك هنا عند هجيبها لك هنا باللون الاسود هتاخد الشيل دي خالص كده واكتب كلمه المروءه هنا وهو كلمة عنده عنده يبقى عن وعن وعن عنها عن عن عنها عنه عنهم. طب هقول لحضرتك على حاجة جميلة هنخلي الحاجات دي إملة بتاع الحصة دي الحلقة دي عن هحط لها هاء الضمير للمذكر وهاء الضمير للمؤنث وهقول لك على هاء الضمير حالا دلوقتي هاء الضمير للمذكر وهاء الضمير للمؤنث وهاء الضمير للمثنى وكلمة مثنى بس يعني انا اقصد مثنى مذكر ومؤنث ماشي وهقول لك عليهم حالا دلوقتي ماشي وهاء الضمير للجمع المذكر وهاء الضمير للجمع المؤنث تمام حالا دلوقتي وكذلك نفس الهاء بدل الهاء هنخليها كاف ماشي بدل الهاء هنخليها كاف وهقولهم لك كمان يا سيدي عشان تبقى عارف هقولهم لك كاملاء تمام نكمل بقى كلمه المصائب قسمه 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 ركز معايا انت عارف تكتب لي القطعه دي حبيب قلبي بالتشكيل زي ما هي كده انا هسيبها لك هنا عشان تعرف ايه تنقل الاخطاء لو في اي خطا عندك ولا حاجه تمام تكتب لي القطعه دي بالتشكيل وترجع تكتبها في الصفحه المقابله لها بدون تشكيل وتقرا بقى اللي بتشكيل واللي بدون تشكيل بس اقرا مره واحده بتشكيل واقرا مرتين ثلاثه بدون تشكيل واكتب لازم تكتب لازم تكتب يا حبيب قلبي ماشي كلمه قسمته قسي نطق للالف مفتوحه ونطق بعدها الحرف متكرر مرتين قسمته قسمته الاول اي حرف الف مفتوح ونطق بعد منه الحرف متكرر مرتين ها يبقى الكلمه اسم على طول يبقى فيه الف ولام وهنا اللام لام شمسيه تمام طيب عندك اهي الشاء الشدائد نطق الالف مفتوحه ونطق الشين مرتين اتنين يبقى الكلمة اسم والكلمة هنا فيها لام ايه شمسية لام شمسية يعني تكتب ولا تقرأ ماشي طيب وعند نزول اهو طولها شبع قوي شبع الزين حرف الزين قوي شبع الحرف الزين بالضمة اشباع شبعه ما قلتش نزو نزو لا خلى الزين مشبعة مشبعة يعني ايه ما اديها شوية نزول ضم فمه يبقى بيمد بالايه بالواو المصائب المصائب احنا قلنا تكتب الهمزه على نبره اذا كانت مكسوره او ما قبلها مكسور اي مكسور او اللي قبلها مكسور لا لا خلاص ماليش دعوه هي مكسوره خلاص ما حاجه من الاثنين يا هي مكسوره يا اللي قبلها مكسور تكتب على نبره طب لو هي مضمومه واللي قبلها مكسور تكتب على نبره برضه لان الكسره اقوى احنا قلنا قبل كده كسره اقوى ماشي ومن يتخلى كلمة يتخلى يتخلى لام وراح جاي عامل لي لام مد بالالف وقلت له برافو عليك غلط ليه غلط يا استاذ؟ قلت له ان كلمة يتخلى اخرها ايه؟ مد يا استاذ برافو عليك مد نطقا يعني ايه نطقا يا استاذ؟ يعني ممكن يتكتب مد بالالف وممكن يتكتب يعني ممكن يكون الف ممدود وممكن يكون الف مقصور ايه الالف المقصور؟ الالف المقصور هو الالف اللينه في اللهجة المصرية والألف اللينة اللي هي عاملة زي الياء بس بدون نقاط ماشي دي اسمها ألف إيه لينة طب هعرف إزاي يا أستاذ الكلمة اللي تزيد عن ثلاث أحرف
كلمة شوف الأول بقى هو بداية الكلمة، كلمة تنتهي بألف مد نطقا أشوف هي الأول كم حرف، إن زادت عن ثلاث أحرف تكتب ألف مقصورة، ما عدا إيه؟ الكلمة التي تنتهي بألف مد نطقا بس الحرف اللي قبلها ما يكونش لام بقى ولا ميم ولا سين ولا صاد ولا عين ولا أمال يكون إيه؟ يكون ياء. لو الحرف اللي قبل الألف المد نطقا يكون ياء تعرف على طول إن هي دي فيها مد بالألف مش ألف مقصورة، حتى لو هي بعد ثلاث حروف، حتى لو هي بعد ثلاث حروف زي إيه؟ أمريكا، شوف يا باشا كده، لا ده أمريكا دي مد بالألف يا أستاذ، أمريكا مد بالألف يا أستاذ رغم إن هي أربع حروف. ليه كده يا أستاذ؟ ليه أمريكا مد بالألف؟ ما هي ألف وميم وراء وياء مش عارف إيه، ليه أمريكا؟ دي اسمها كلمات شاذة خارجة عن القاعدة. طيب لما يجي يقول لي إيه؟ روسيا راء وواو سين وياء وألف ده خمس حروف يا أستاذ، يبقى آخرها ألف مقصورة؟ لا، ألف ممدود. ليه ألف ممدودة؟ لأن كلمة روسيا يا بعد الياء نطقت ألف المد، يبقى هي ألف مد زي ما هي. روسيا، ألمانيا، استراليا، ماشي خلاص، غينيا، خلاص تمام. طيب هولندا خارجة عن القاعدة خالص، أمريكا خارجة عن القاعدة خالص، تمام. نكمل. فبئس هذا، بئس فبئس، فالفاء حرف زائد. يبقى الكلمة أصلها إيه؟ بئس. لا يا أستاذ، ده الباء، ما الباء مكسورة إيه؟ طب ما طيب لو الفاء زائدة والباء زائدة، هو في حرفين زائدين ممكن يجوا في كلمة؟ أيوة طبعا، ولا سوف أصلها سوف. طيب فبئس الفاء ما زائدة يا أستاذ أهي، والباء مكسورة أهي يا أستاذ زائدة الأخرى. طب هنشوف كده، لو لما نشيل الفاء يبقى إيه؟ بئس. طب لو شلنا الباء ينفع تكتب تنطق الكلمة بداية سكون ساكنة؟ لا، يبقى الباء من أصل الكلمة، الباء من أصل إيه؟ الكلمة. يبقى أصل الكلمة إيه؟ بئس. بئس هنا الهمزة كتبت على نبرة ليه؟ رغم إن عليها سكون بس اللي قبلها مكسور تكتب على نبرة على طول. الهمزة بتتبع القوي، القوي هنا إيه؟ الكسرة، والكسرة تجيب بعدها نبرة على طول، الهمزة تيجي تقعد على النبرة على طول. فبئس هذا الرجل وعند إذن، عند إذن أصلها إيه؟ عند وإذن، إذن 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 أو إذ، وعند إذ، لو قلت وعند إذ يبقى أصلها عند وبعدها كلمة إذ، بس اندمجت الكلمتين في كلمة واحدة فبقت اسمها إيه؟ وعند إذ أو وعند إذن، زي إيه؟ وقت إذن، حين إذن، خلاص؟ وعند إذن لا يكون صادق الإيمان، الإيمان، ألف ولم وألف، الإي، ألف ولم وألف على طول، ألف ولم ألف تنطق الإي، الأو، الآ، ملهاش حل غير كده، ألف لام ألف تنطق يا إما الإي أو الأو أو الآ، أهي، ألف، عملها لك هنا، ألف ولام، بس أنا بحذف ب ب ب ب يعني بعمل التواء للام شوية عشان أعمل الألف التاني، ال ودي الألف أهي، الألف باللون الأسود أهو، هي دي ألف يا أستاذ؟ أيوه أنا بعمل القعدة يا سيدي بتاعت اللام، ها ال أهي ال إي، يبقى ألف ولام وألف يبقى ال إي أو ال آ أو ال أو، والنبي محدش ينسى الحتة دي والله، ماشي؟ طب لما نيجي نتكلم بقى ونقول بقى يا حبيب قلبي، احنا هناخد الإملاء شكلين اتنين، اللي هو مش عايز يكتب لي الإملاء اللي هو خارج أو إيه بيتبع دين غير الإسلام ومش عايز يكتب اللي أنا هقوله عشان هي آية قرآنية، يكتب بقى معايا الكلمات دي، يكتب معايا الكلمات دي، مفيش حرج،
ولا ما فيش حرج الا يعني ايه الدين لله والوطن للجميع. الدين لله كل واحد يعبد ربنا زي ما هو شايف وحر. ماشي نتكلمش في الديانه خالص مش دعوه بالقصه دي. كلنا من اب واحد وام واحده كلنا اخوات. ماشي تمام نتكلم بقى بنقول ايه من هتكتب لي بقى في الاملاء من هو من لا بلاش عشان هي مكتوبه هنا ايه. طيب هناخد عن هو عنها عنهما عنهم عنهن تمام عنك عنك عنكما عنكم عنكن هناخد بقى كمان عند إذ وقت إذ حين إذ خد بالك حين إذ ما تكتبش حين لوحدها وإذ لوحدها كلمة تبقى مع بعضها تمام خلاص. خد كمان أسماء الإشارة ها هتكتب لي أسماء الإشارة الإشارة طالما قلت تاء ونطقتها هاء يبقى هي تاء مربوطة. هذا هذه هذان هاتان هؤلاء أولئك تلك تمام. طيب اللي عايز يكتب لي بقى برضو الآية القرآنية حتى لو هو من خارج يعني مش مسلم أي ديانة أخرى عادي أنا احنا بنرحب بأي حد. أنا عايز كل يتعلم بس يتعلم وما يبقاش يعني ايه يعني متضايق من الحلقة. ماشي انا قلت الكلمات ديت اللي هو خارج الايه اللي هو بعيد عن اللي هو غير مسلم يعني سواء اخ مسيحي او يهودي او الى ايا كان. ماشي وللمسلمين بقى هتكتب ايه اي قرآنية سورة بسم الله الرحمن الرحيم ما تكتب ليش من المصحف اكتب لي بخط ايديك وبنفس كلامك انت ما تكتب ليش بنفس كلمات القرآن وبنفس تشكيل القرآن لا كلمتك انت. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خلاص كده الآية القرآنية طبعا معروفة ماشي والكلمات التانية اتعرفت نكتفي بهذا القدر. أي استفسار أي تواصل 010-211-69941 أو من خارج البلاد 00-210-211-69941 وإلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله ومنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أنك دايما ترسم لي سلم الهمزات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المشاهدة إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.